تداولت قناة على يوتيوب خبراً مفاده أن ملك المغرب محمد السادس مصاب بفيروس كورونا كوفيد-19، حيث نشر مقطع يبدو وكأنه يتحدث عن عاهل المملكة المغربية. القناة المقربة من جبهة البوليساريو الانفصالية نشرت الشائعة يوم 1 أبريل الجاري بعنوان ملك المغرب مصاب بكورونا. الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث أن صحة الملك جيدة جدا، ومنذ ظهور الوباء وهو يترأس الاجتماعات ويتتبعها بنفسه من أجل استشراف وتتبع الوضع الصحي الراهن. وما زال يبهر العالم بمبادرات حكيمة، أبرزها تبرعه بملياري درهم من ماله الخاص كمساهمة منه في صندوق تدبير تداعيات كورونا، ليكون بذلك أول من بادر إلى وضع ماله في خدمة الوطن والمواطن. كما أمر أيضا بتسريع دمج الأطقم الطبية العسكرية بالأطقم الطبية المدنية العاملة بالمستشفيات، وذلك لتخفيف الضغط عن مؤسسات وزارة الصحة. عاهل المملكة المغربية أعطى أيضا تعليماته الصارمة بالاعتناء بالمرضى المصابين بفيروس كورونا وتقديم 3 وجبات طعام لهم، حيث جاء القرار الملكي بتكليف شركات مختصة بتموين المستشفيات العامة والخاصة حيث يرقد المرضى بكورونا في الحجر الصحي. يشار أن الإعلام الدولي قد تفاعل كثيراً مع جرأة المغرب في الإعلان عن الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان سلامة شعبه دون الاكتراث للمصالح المالية أو الاستثمارية أو غيرها من الأمور الأخرى، مشدداً أن مساهمة الملك لها أكثر من بعد وأكثر من دلالة، أعطت دروساً لدول أخرى تأخرت كثيراً في الإعلان عن التدابير الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة العالمية.